السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسهر الليلة مع سهرة ثقافية فيها الركح والتمثيل، فيها المسرح والترحيب، فيها نقاش لتبسيط الدستور، وفيها أكل وشرب فخور، وفيها أيضا قهوة وشاي باللحم منشود. تنظم الجمعية النهوذ بالمنطقة العين هذه الليلة نشاط يخص مشروع تقوم به مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية البنود، وهو يخص التحسيس للدستور. المشروع هذا سميناه دونك دستورنا مستقبل أجيالنا، فيه عدة أنشطة، 10 أنشطة، منها النشاط متاع الليلة. النشاط متاع الليلة هو يخص محاولة يعني تبسيط المفاهيم الحريات والحقوق بالنسبة للدستور، وبالتالي باش نقوم بهالعملية هذه وباش هالعنصر هذا يكون يعني قريب للمواطن. فإذا ارتأينا أن قمنا بتنظيم أول يعني الليلة هذه. تبدأ الليلة هذه بعرض المسرحية، مسرحية أولاد بلاد، اللي هي نقد هزلي لمعناها عناصر هامة للحياة الاجتماعية والتي اهتم بها دستورنا. أقرأوا في عقلكم وتفاعلوا به وتفاعلوا معاه. نمرو يا 5 مئة شديد الصف كل كلام الكل على ما نشوف ايه صحتك يا عزيز. الله واحد، الله واحد، يا اسمك ما كيفك. شوف لي حاجه مزود حاجه تمس القلب. تظاهر هذه اول حاجه، مش اول تظاهره تعمل بها جمعيه النهوض منطقه العين، اللي هي المساند كما نقولوا الرسمي لبلديه العين في حملات النظافه، في حملات التثقيف، في كل الحملات. وهذه التظاهره هي على الاقل تقرب للمواطنين اجواء ما كانوش يعيشوها قبل في العشريات الاخيره، على الاقل 4 عشريات الاخيره، هي اجواء باش توريهم اللي عضو مجلس تاسيسي ورؤساء بلديات معاهم كلهم مواطنين عاديين. مسرحيه كما كتبصلهم الدستور وتوريهم اش كان موجود قبل واش اصبح في الوقت الحاضر، حتى العباد تستوعب المرحله هذه. الدستور الثاني للجمهورية التونسية يقوم في باب كامل على ضبط الحريات، على تنظيم الحريات، على ضمان الحريات، وفيه نقلة واضحة اصطلاحية من مما كان يسمى الحريات العامة إلى الحريات الأساسية. يعني الحريات العامة هي تضع الفرد أمام الدولة، الحريات الأساسية في الدستور تضع الفرد مع الدولة وتضع الدولة في ضمان حريات الفرد.